النهاردة معايا مصمم أزياء ومصنع، هو من أصغر مصممين الأزياء، مش هقول في مصر، يمكن في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط كله. عنده 16 سنة وأنا قاعد أتكلم معاه بيقول لي أنا لسه صغير. قلت له لا، أنت مش صغير خالص خالص، أنت عندك 16 سنة بس أنت قدرت تثبت وجودك وتشتغل وتعمل بيزنس. في ناس عندهم ممكن 40 و50 سنة ما قدروش يعملوا اللي انت عملته. خلينا نرحب بمصمم الازياء انس رائد. ازيك يا انس؟ الحمد لله، كله اخبارك ايه؟ الحمد لله. 16 سنه تمتهم ولا لسه؟ لا لا، تمتهم. طيب في عالم الازياء والناس اللي حواليك، في حد اصغر منك؟ لا، ما اعرفش اي حد خالص اصغر مني، يعني تقريبا في الناس اللي انا اعرفهم حتى اصحابي اصحاب البراندات، لا انا تقريبا اصغر واحد. يعني طب انت بدأت من قد ايه؟ بدأت بالظبط شهر 6 اللي فات، يعني السنه اللي فاتت، يبقى من كان يوم عندك 15 23. سنه؟ ساعتها كان عندي 15 بقى. يا مفتري. ساعتها كان عندي 15. انت في المدرسه؟ لا، في تانية ثانوي. تانية سنة. يعني رايح ثانوية عامة السنة الجاية؟ بس امريكان بقى، امريكا. ثانوية عامة. طيب خليني بقى اسألك شوية اسئلة. اول حاجة، ايه اللي خلاك تفكر تشتغل اصلا؟ انا اول حاجه اصلا، انا بابا عنده مصنع ملابس وكل حاجه، فهو اللي بيصنع اسنان للناس، وفي المجال ده من فوق ال 20 سنه مثلا. فده مثلا اللي كان الدنيا اصلا محفز مثلا ان انا ابتدي. في الاول كنت بنزل معاه في المصنع، بس لو ما كنتش حابب جو المصنع وكده، اللي بروح ما بعملش حاجه. فاقترح عليا فكره ان انا مثلا اعمل انا حاجه ليا بيج، ابتدي بديزاين ابيع انا. فحبيت الفكره فقلت له ماشي. فروحت وجبت ديزاين، اتفقت مع ديزاينر وعملنا ديزاين، لحد ما رسيت خلاص على الديزاين. قلت له انا ده الديزاين اللي انا عاجبني. أوكي. انا عايز ابتدي خلاص دلوقتي، نبتدي بالديزاين دوت. وابتدينا الحمد لله في السنه اللي فاتت، ابتدينا بديزاين لو واحد. باباك ما كانش عنده المصنع، كنت هتعمل القصه دي؟ ما اظنش بصراحه، يعني ما كانش هيبقى عندي الفكره، ما كانتش هتجيلي، او لو كانت جاتلي كانت ممكن تجي متاخر. كنت هتبقى عايز تشتغل من وانت عندك 15 سنة؟ حتى لو ما كانش عندكم المصنع كنت لا، انا هتقوله كنت حابب ان انا اكون بعمل اي حاجه مثلا عايز في تشتغل الاجازه. في الأجازة؟ انا حتى اصلا لما ابتديت البراند السنه اللي فاتت كانت في الاجازه، ما كنتش وقت امتحانات، اوكي. كنت انت ساعتها في شاطر في الاجازه. المدرسة؟ الحمد لله. لا لا، بس مش اللي هو الواو يعني، بس اللي هو انا كويس. كويس، لا لا، بتنجح نجاح حلو. اللي هو كويس. البراند بتاعك نجح؟ الحمد لله، بس لسه النجاح انا نجاح شفت كتير. فيديو لبازار حضرتك كنت مشترك فيه، وناس كانت واقفه طابور على حاجتك. اخر بازار. مش هنقول اسمه ايه، بس يعني شعورك ايه ان انت شايف الناس واقفه وانت بقالك سنه واقفين طابور عشان يشتروا حاجتك؟ لا بصراحة، في الايفنت ده انا كنت يعني عكس الايفنت اللي قبليه، يعني ما كانش بنفس النجاح وبنفس الزحمة دي. لا، في الايفنت ده اتضح لي ان الحمد لله بقينا معروفين، والحمد لله الناس حابة حاجتنا وبتشتري مثلا من عندنا. بس يوميها لما روحت بيتك لوحدك كده، نمت في السرير وقعدت تفكر؟ لا لا، قعدت افكر وقعدت كتير. تتخيل الناس واقفه قدامك وعماله تشتري وانت عمال تاخد الفلوس؟ ايه؟ لا لا، قعدت افكر كتير، يعني طول ما كنتش متخيل للدرجه ان انا اوصل لكده، ان الحمد لله بقى معروف والنجاح يجي كده. بسرعه كده. الحمد بس لله. خلي بالك، عشان تحافظ على النجاح ده اصعب حاجه. انت مشهور بحاجه الشباب الصغيرين، ستريت في وير. كبار بيشتروا، عشان كده انت كمان جايب لي النهارده هديه هنوريها دلوقتي للناس، وبالبرنتس والكلام والحاجات المطبوعه على التيشيرتات، صح كده؟ بالظبط. طيب تيجي نشوف الحاجه اللي انت جايبها لي؟ او جايب لي هديه. اولا هو اسم الماركه بتاعته 14، يا 14. اشمعنى 14 مش 15؟ لا، عشان 14 تينيجرز. اوكي. ده انا من الاول اساسا مش مختارها عشان كرقم، يعني مختارها كالسلوجن يعني. ماشي، اوكي. شوف، بصوا، اولا اللون حلو قوي وطريقه الكتابه حلوه قوي. شوف بقى الكيس حلو قوي، عامله هنا شغل تصدير ما بيهزرش. الله، ده اصلا الديزاين اللي انا يعني اصلا اتشهرت بيه، تحفه. ده البرنت بتاعته او الطبع كانه سبراي. هو اصلا اسم الديزاين ده سبراي. اوكي، حلو، حلاوه، يجنن. وهنا مكتوب ايه؟ سايز 4. ثانك يو فور باينج فروم، بس مش باين ال 14. From 14. See you next time. يعني هو كاتب للناس بيشكرهم انهم اشتروا من عنده، وبيقول لهم اشوفكم
المرة الجاية. عشان كده ذكي برضه، ماركتينج تسويق ده حاجة بقى من اليو من اليو كولكس. اوكي هنا الكيس ده عليه الكورة دي مش موجودة، موجودة على الباب؟ لا 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 موجود عليه برضه. اوكي اوكي لوك 14 everywhere. حلو قوي قوي قوي. الخامه ده قطن. طبعا صح. اوكي انت اللي مختار الخامه دي؟ طبعا بننزل بنشوف احسن خامات. باباك دوره ايه يعني؟ بيقول لك ساعات يقول لك تعمل حاجات، يقول لك ايه ده ايه ده اللي انت هتعمله ده، ده مش هيتباع؟ لا هو طبعا يعني هو بيتدخل من الاخر. لا عادي احنا الاثنين بنشرك بعضينا. انا برضه ان هو في المجال من قبليه، وهو برضه يعني بتاخد رايه ساعات. اكيد طبعا. وهو برضه السبب الاول بقى طبعا بعد ربنا، ان هو اللي خلاني اوصل للمرحله ديت وسهل عليا حاجات كتير جدا يعني. طب ومامتك؟ لا طبعا برضه كان دور ان هي برضه دايما بتحفزني. انا بقول كده عشان هي قاعده دلوقتي عمال يقول بابا سايبك كده. لا هو طبعا هي كان الدور اساسا ان انا اوصل لل طب طبعا الموضوع ده. العيلة كلها، قول لي العيلة كلها، قول العيلة كلها. العيلة كلها طبعا. انتوا كام اخ واخت؟ انا اخ واختي الصغيرة مني، انا اكبر واحد. انتوا يعني انت وهي واختي بس. بس وربنا يخليكم لبعض يا رب. طيب تعال نشوف فصل، وبعد الفصل نرجع نشوف بقية المجموعة بتاعتنا. فصل نرجع لكم، خليكم معانا لو سمحت. مرة تانية بنرحب بأنس رائد. وأنس من أصغر مصنعين الأزياء في مصر الوطن العربي والشرق الأوسط، عنده 16 سنة، عامل حاجات حلوة قوي، خامات حلوة قوي والديزاينز حلوة قوي. خلونا ننزل على الشاشة دلوقتي الفيسبوك والفيسبوك وإنستجرام. والإنستجرام الإنستجرام بس. الإنستجرام الخاص بيه على الشاشة. أي حد جوه مصر أو خارج مصر هو ممكن يعمل كميات، حاجته ممكن تتصدر بكميات كبيرة لأنه عنده مصنع. فاللي شايفينها بره وعجبهم الديزاينز الخاصه بيه ممكن يخشوا على صفحته ويسالوه على اسعار، وممكن يعني يبعت كميات لاي بلد في اي حته. قول لي بقى دلوقتي بتبيع اكتر للولاد ولا البنات؟ النسبه ديت يعني تقريبا هم قد بعضيهم، بس الاكتر ولاد طبعا. اكتر ولاد؟ ليه طبعا؟ عشان صحابك؟ لا مش هو دايما يعني التيشيرتس برضو معظمها اللي بيلبسوها اكتر ولاد، بس طبعا برضو في بنات كتير بتشتري. يعني مثلا لو قلنا النسبه ممكن تكون 60-40. اوكي. صدرت قبل كده؟ احاولت تصدر؟ لا ما يعني انا جات لي كذا فرصه كتير، وكذا حد يكلمني ان انا اصدر بره، بس انا مش حابب الموضوع. ليه؟ مثلا يكونوا عايزين ياخدوا الحاجه بس يكونوا هناك بيبيعوهم باسمهم هم، فانا لا. مش حابب كده. لا انت هتحط هيبيعوهم ازاي باسمهم وانت كل حاجتك عليها 14 اصلا؟ ما بالظبط بقى، فهم ده النقطه اللي انا ما كنتش عايزها خالص. انا اللي حابه ان انا اكون اسم البراند بتاعك. لا ويكون الكاستمر هناك بيطلب من 14. فان شاء الله ده اللي هنشتغل عليه بعد كده. اوكي طبعا. عشان الكاستمر هناك يطلب من 14
لازم حاجتك تطلع الاول هناك بره عشان الاجانب يعرفوك هو بالظبط. وباسمك، بس اهم بس حاجه تبقى تكون باسمك طالعه ما يتشرش. من خلالنا، احنا اللي نكون بنطلعها، مش حد مثلا مش وسيط لا ويحط مش براند عايز يكون بتاعه. في وسيط، لا لا ما طبعا، لا عندك حق في انا ده. اللي اكون طالع طب باسمي انت بتشترك في معارض في مصر، يبقى تشترك في معارض بره مصر بقى باذن الله ان شاء الله. عشان دي تبقى الخطوه اللي جايه. بالظبط كده، عشان ده اللي يعرفني. طيب انت دلوقتي احنا في الصيف، في وسط الصيف، اكيد انت دلوقتي بتحضر للكولكشن الشتوي صح؟ بالظبط. الصيف انت مشهور بالتيشيرتات، في الشتاء بتعمل ايه؟ هوديز؟ عملت هوديز السنة اللي فاتت، كان بس هوديز، بس ان شاء الله السنة دي لا يكون في كولكشن طيب كسر انت مصر. كل الحاجات بتاعتك بتعمل توب، حاجات من فوق، ما بتعملش لسه بنطلونات؟ لا لا كنت عامل جينز قبل كده في الشتاء، والحمد لله كانت سولد اوت كلها. هتعمل الشتاء الجاي لا جينزات؟ باذن الله اوكي، جينز وحاجات هنشوف كتير اخر جدا. جزء. يلا بينا مزيكا. الله الله الله، بشكر انس رائد مصمم الازياء على وجوده معانا النهارده وعلى المجموعه الحلوه اللي شفناها، وهنستناك في الشتوي. جود لك، اشكر مرسي على التيشيرتات الحلوه. شكرا انس رائد مصمم الازياء، اتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع الشريف. نشوفكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي.